لم تمتهن التونسية سهير بالحسن الكتابة الصحفية لتوقيع اسمها على كتب ومقالات توضح فيها آراءها أو تنقل عبرها واقعاً شهدت عليه، فبالحسن هي أولاً وأخيراً مناضلة في سبيل حقوق الإنسان، وقد أرادت أن تكون بالفعل صوت الذين لا صوت لهم. Mes premières pensées sont pour mes compatriotes tunisiennes et tunisiens qui ont payé de leur vie leur combat pour la liberté et la dignité. دفعت ثمن نضالها الكثير من الأثمان، فما كانت تكتب مقالاً أو تصدر كتاباً حتى يمنع من النشر، وقد تعرضت للاعتداء من قبل رجال الشرطة مرات عدة لتقيد حريتها كمناضلين آخرين بإخضاعها للمراقبة المستمرة. كان لكل خطوة تقدم عليها بالحسن ثمن تدفعه في المقابل، مع ذلك بقيت أعمالها النضالية ساطعة كعين الشمس. هكذا منع بيع كتابها بورقيبة الذي تشاركت كتابته مع صوفي بسيس طوال عهد بورقيبة، وأجبرت على مغادرة بلدها تونس على إثر إطلاقها العام 1993 عريضة لدعم النساء الجزائريات تلوم عبر السلطات التونسية بالصمت عن وضع جارتها، فنفيت إلى باريس لمدة 5 سنوات، وعادت لتؤسس المجلة الثقافية الأسبوعية سات سور سات التي ما لبثت أن توقفت عن الصدور بعد اتخاذ السلطات التونسية تدابيراً لمنع التمويل الخارجي عنها. كان ذلك ثمناً لإعدادها تقريراً للقناة التلفزيونية الفرنسية فرانس دو. في البدايات عملت سهير بالحسن كمراسلة لوكالة رويترز، ويبقى الحديث الأبرز في حياتها قيادتها لحملة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الإعفاء عن 18 شاب تونسي حكموا بالإعدام لمشاركتهم في أحداث الخبز الشهيرة. لم يقتصر نضال بالحسن على القضايا الوطنية، فهي التزمت أيضاً قضايا عالمية من بينها حقوق المرأة. انضمت إلى العديد من المنظمات والهيئات المختصة بحقوق الإنسان، منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي انتخبت رئيسة لها بين العامين 2007 و2010 خلال مؤتمري لشبونة ويريفان. وبهذا تكون سهير بالحسن امرأة العالم العربية.